عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الدرس الذي يندرج ضمن مكون علوم اللغة الموجه إلى الثانية بكالوريا آداب وعلوم إنسانية، والذي يحمل عنوان الخطاطة السردية. سنحاول في هذه الحصة أن نتعرف ما المقصود بالخطاطة السردية. واعتدتم أثناء تناولكم للقصة في المستويات السابقة أن تتوقفوا عند أحداث البداية، الوسط والنهاية. سنرى ما الذي سيضيفه هذا الدرس من تدقيق. أمامكم هنا نص الانطلاق، سأقرأ هذا النص الذي سنعتمد عليه في التعرف على مكونات الخطاطة السردية. قالت شجيرة الورد: كنت في قديم الزمان شجيرة ورد أبيض، وفي يوم من الأيام جاء رجل وقعد قريبا مني وبكى، فسألته عن السبب، فقال لي إن 3 أيام مرت عليه دون أن يأكل أي طعام، فآلمني كلامه وقررت مساعدته، وقلت له: وردي أجمل من الخبز، فاقطف وردة من وردي واجعلها طعامك، ولا بد من أنها ستسكت جوعك بعض الوقت. فقال الرجل: أنت بالتأكيد شجيرة حمقاء، فهل الوردة الجميلة تشبع معدة جائع؟ وابتعد عني غاضبا، فخجلت خجلا عظيما إلى حد أن لوني الأبيض اختفى، وصرت منذ تلك اللحظة شجيرة تنبت وردا أحمر اللون. إذن النص لزكريا تامر ومقتطف من مجموعته القصصية النمور في اليوم العاشر. إذن تنتبهون معي الآن لكي نحاول التعرف على الخطاطة السردية. الخطاطة السردية هي عبارة عن تمثيل مختصر لمختلف العمليات التي يعرفها مجرى السرد وتنتظم وفق البنية التالية. وقبل أن نمر لانتظام الخطاطة السردية سنعود لهذا التعريف. إذن تمثيل مختصر لمختلف العمليات التي يعرفها مجرى السرد، أي أن هناك العديد من الأحداث، العديد من العمليات الموجودة في هذا السرد، وهدف الخطاطة السردية هي أنها تقدم تمثيلا مختصرا له لكي نتعرف على الأحداث الرئيسة ونمسك بالأحداث المتحكمة في مجرى السرد. تنقسم الخطاطة السردية إلى وضعية البداية، ونسميها كي أيضا بالوضعية الأولية. سنحاول أن نكتشف وضعية البداية أو الوضعية الأولية من خلال نص الانطلاق. قالت شجيرة الورد: كنت في قديم الزمان شجيرة ورد أبيض. إذا اعتبرنا أن هذه هي وضعية البداية، فنحن سنلاحظ بأنه قدمت فيه الشخصية الرئيسة شجيرة الورد، الزمان في قديم الزمان، أيضا بعض صفاتها شجيرة ورد أبيض. وكما تلاحظون فالذي ميز وضعية البداية هو أنها كانت مميزة بالثبات والاستقرار. إذا توقفنا ها هنا في الوضعية أو في وضعية البداية ولم تحدث أحداث أخرى، فلن تتقدم هذه القصة ولن نكون أمام قصة. إذن هنا يأتي أو تأتي أحداث البداية، الوسط أو وضعية الوسط، أيضا تسمى بسيرورات التحول. إذن وضعية الوسط أو سيرورة التحول، إذن هنا تتأجج الأحداث وتعرف نوعا من التغير، وذلك يجعلها تنقسم إلى 3 أقسام رئيسة. إذن عودوا معي لنص الانطلاق وانتبهوا ما الذي حدث بعد أن طبع القصة نوع من الهدوء والاستقرار. وفي يوم من الأيام جاء رجل وقعد قريبا مني وبكى. إذن انتبهوا معي هنا، جاء رجل وقعد مني وبكى. إذن نلاحظ أن هناك عنصرا جاء لكي يخل بالأحداث، إذن عنصر مخل
يسمى كذلك بعنصر مفاجئ أو عنصر مثير. إذن هذا العنصر المثير قام بخلخلة الأحداث وأشعل فتيلها لكي تعرف مجموعة من التطورات. إذن ما يجعل الأحداث تعرف تطورا؟ إذن فسنجد هنا تطورات الأحداث، وتطورات الأحداث أيضا ستشهد ما يعرف بالعقدة. إذن بعد أن جاء هذا الرجل، إذن غاب الثبات والاستقرار، بدأت الأحداث تعرف نوعا من التحولات، تطورت الأحداث، سألت الوردة عن السبب، عن سبب بكائه، أنه كان جائع، لم يأكل منذ 3 أيام، اقترحت المساعدة، رفض هذه المساعدة، فبالتالي كل هذه الأحداث يمكن أن نختزلها ونأخذ أهمها، وهي التي تميز لنا ما يعرف بسيرورات الأحداث. إذن كما تلاحظون مجموعة من الأحداث. إذن كل هذه الأحداث، إذن هذا الحوار أيضا، الرفض، ابتعاد الرجل، خجل الوردة وما إلى ذلك. إذن هذا العنصر المخل أدى إلى تطورات الأحداث، ثم هذه التطورات الأحداث لابد وأن تنتهي بالنتيجة أو بالحل. إذن قلت لابد أن تنتهي بالنتيجة أو الحل، ويسمى أيضا بعنصر الانفراج. إذن عنصر الانفراج هنا في هذه القصة، إذن سأحاول أن أطره باللون الأسود. إذن عنصر الانفراج في هذه القصة هو اختفاء اللون الأبيض. إذن اختفاء اللون الأبيض هو عنصر الانفراج الأحداث. إذن انتبهوا معي هنا، دائما في وضعية الوسط سيرورات التحول يكون لدينا عنصر مخل مفاجئ. هذا العنصر المخل المفاجئ يشعل فتيل الأحداث فتعرف مجموعة من التطورات، ومن الضروري أن تنتهي هذه التطورات بنتيجة أو حل أو بانفراج. بعد ذلك، هذا لا يعني أن القصة قد انتهت، نمر إلى النهاية أو وضعية النهاية. في النهاية أو قبل أن أمر إلى وضعية النهاية، انتبهوا معي هنا المكتوب باللون الأحمر، قلنا أن وضعية البداية أو الوضعية الأولية يميزها الثبات والاستقرار. الآن من خلال توقفنا عند مميزات سيرورات التحول، من عنصر مخل، من تطورات للأحداث، من نتيجة وحل، فإن الذي يميز وضعية الوسط بأكملها هو أن هناك الاضطراب. إذن تتميز بالاضطراب وأيضا الخلخلة. لماذا الاضطراب والخلخلة؟ لأن غاب هذا الاستقرار بمجرد أن جاء الرجل وجلس جنب شجيرة الورد. الآن بالنسبة لوضعية النهاية، سأحاول أن أؤطرها باللون الأحمر في نص الانطلاق. وصرت منذ تلك اللحظة شجيرة تنبت وردا أحمر اللون. إذن كان عندي ثبات واستقرار بأن شجيرة الورد كان لونها ورد أبيض. سيعود لي هنا أيضا الثبات والاستقرار. ليس بالضرورة أن تعود الوردة كما كانت بلونها الأبيض. إذا لاحظوا معي هنا في وضعية نهاية، وصرت منذ تلك اللحظة شجيرة تنبت وردا أحمر اللون. إذن يكون عندي في وضعية نهاية الثبات والاستقرار، أو ممكن أن نقول ثبات واستقرار جديد، أي استقرت هنا الأوضاع في هذه القصة على أن الوردة أصبح لونها لونا أحمر. إذن قبل أن ننتهي من هذا الدرس، نعيد أو ننتبه للخطط السردية. قلنا تمثيل مختصر لمختلف العمليات التي يعرفها مجرى السرد، وتنتظم وفق البنية التالية: وضعية البداية، وتسمى أيضا بالوضعية الأولية، ومن بين ما يميزها الثبات والاستقرار. وضعية الوسط أو سيرورات التحول، وتضم العنصر المفاجئ أو المخل، العقدة أو تطورات الأحداث، النتيجة وتسمى أيضا بالحل أو عنصر الانفراج، وضعية النهاية وفيها يكون ثبات واستقرار أو عودة أو البحث عن ثبات واستقرار جديد. ما هي وظيفة الخطاط السردية؟ الخطاط السردية هدفها كما انتبهتم من خلال ما هو موجود هنا أن نمسك بالأحداث الرئيسة،
أن نعرف تمصلات المساهمة في تطور الأحداث، وفي نفس الوقت أن نختزل هذه الأحداث بحيث نعرف ما الذي أشعل هذه الأحداث وما الذي ساهم في تطورها. بالنسبة لأنشطة التطبيق، تعودون إلى النصوص القصصية الموجودة لديكم في المقررات، وحاولوا أن تستخرجوا منها الخطاط السردية، محاولين الاسترشاد بهذه الخطط. وشكرا على حسن متابعتكم.